ديك المريض كتبت لي داك الميساج، قلت لي بلي انه راه كاينين شي كونترات جداد وشي فرص جداد في كندا. شنو هما؟ كانوا غير قولوا لنا. كانوا شي واحدين، المهم راه مازال ما تكونفيرموش، ولكن كانوا شي واحدين ديال لي زانفيرمي، كانت واحد 60 فرملي. ولكن مازال ما تكونفيرموش، ولكن دابا كاينين ديال الفاست فود. شنو اخر؟ ديال ماكدونالد، عرفتي شحال من واحد جال ماكدونالد مورا هذاك اللايف؟ ما تقولهاش. دخل شوف غير ستوريات ديالي، غتلقى في الهايلايت فيزا، شوف مع راسك. دريري ماكدونالد يوم بعدا في اللايف. هاك ابو الرجل دعيو معايا اخوتي، دعيو معانا راه والله انا صاحبي ونزيد واحد الحاجه اخرى، ولاو كيدخلوا عندي ولاو كيدخلوا عندي مكاتب اخرين وتي كومونتو ليا خايب، ولا كيحاولوا يخسروا ليا لي لايف، ولا فهمتي دابا حيت خفينا عليهم مابقاوش كيمشيو لعندهم. الصحه شوف الا كانت اي لعبه غادي نغوفلوا على ديك المكاتب اللي في الرباط وكازا اللي كيقولوا البنت 5 مليون 6 مليون طحن. كيفاش تلقى مشغل نتايا من المغرب؟ اي كما غادي يكون نعب، يعني بدون استثناء غادي يخصك حاجه وحده هو اللغه، وتعرف تهضر. اوكي يعني فرنسي وانجلي وحده فيهم. الا كنتي فرنسي غادي تركز على مقاطعه كيبيك، كنتي في الانجلي غادي تركز على لونغلوفون فين ما بغيتي كندا كلها. اوكي سهله. الا قلت لك الا قلت لك الواقع وهذا هو المشكل الناس اللي كيلقاوه، هو انه كيفاش تلقى المشغل وتواصل معاه وتصيفط له السي في وداك الشيء. نوريك مثلا كيفاش تلقى مشغل، ولكن انت كيفاش تقنعو هو يخدمك، هادشي تيرجع ليك نتايا، ترجع لهذاك الشخص اللي غادي يقلل. زيد مزيان مزيان. هو جوجل ماب. اها جوجل ماب ولا مسكين الدريات. شوف راكم عارفين اني ضد داك اللي كيكون كيحتكر المعلومات، ولكن الدري والله الا عليك ناريت كيعطيكم ديك الخدمه ديال واحد كيديرها ب 3 مليون 3 مليون، هو كيعطيكم فابور. سفيان مازال عم بارطاجيو الفيزا سياحه لكندا كيفاش يخدموها لراسهم بلا ما يمشيو لبيرو. ما طريقه والله حتى نبارطاجيها، ما عنديش مشكل. انت واقيلا غادي انت غادي غدير شي مشكل مع صحاب لي زاجونس. نعم ما ندخل المغرب غيرجعوني. اقول لها شوف قول لها تبكي على ام واسع عطي الدراري الشهر. ما عندناش مشكل. عرفتي الفيزا سياحه شحال كيخدموها في المغرب في كندا؟ 10,000 درهم، 5,000، 7,000، 8,000. كيعمر لك الله. كيفاش كيعمر لك الاستماره؟ هو فيها الخدمه شي شويه، ولكن المهم ماشي شي خدمه يقدر الواحد يديرها لراسو. بحال شكل ديك الدي اس القرعه تعمر المعلومات. بحال هذاك الشكل الله يعطيك الصحه، بحال هذاك الشكل القرعه في الميريكان تقدر تدخل تلقى المسائل لراسك، يعني كنتي قاري واحد شويه مزيان تبع النصائح مسائل. وريهم هاد البلان هذا ديال اورا فات 1200 بارطاجيو اخوتي، والله الا غاد اللايف هذا غتلقاوه ما غتلقاوش في جهه اخرى. وريهم البيسي وداك الشيء مزيان والرضا. وانا خلاص غنوري الطابو الطاجين الكفته. ها انت شوف غادي نمشيو لجوجل ماب بحال هكا ياك، هادي هي كندا. سير شي بلاصه ما فيهاش بنادم بزاف فين ما بغاو، المهم هما هادي كندا كل. انا نعطي اكزومبل وبنادم يطبق، ولكن اللي ما عندوش اللغه بلا ما يدير الطريقه، ولا يشوف شي واحد صاحبو يهضر في بلاصتو. ماشي مشكل. يعطي ليه الغرض. مثلا نجي لالبرتا اللي فيها مثلا انايا ياك، نمشي مثلا لكالكاري بحال هكا ياك، غادي معايا صوفيا. هما اللي غادي معاك، انا كنسمعك. غادي معايا الدراري اللي غادي معايا خليهم يكونفيرمو قبل شو كونفيرمو. دراري واش غادي معايا وغادي ولا غادي مع الطاجين سفيان؟ صعيب يقاوموا الطاجين اخي ايوب، صعيب يقاوموا الطاجين معاه. صعيب صعيب صعيب. انا ما تنقراش لكم الكومنتر ما تيبان ليا والو. وراك غادي صافي غادي يدخلوا جوجل ماب مثلا، نقولوا الناس خدامين في لا ريستوراسيون ياك، تطلع لك انا واحد يكون في ريستوراسيون، غادي تدخل ريستوراسيون بحال هكا وغيطلعوا لك كاع لي ريستورون اللي كاينين في هذيك البلاصه. شوف ريستوران هما طالعين، غندخل نختار اي ريستوران انا بغيت بحال هكا كسبه مثلا، وغيعطوني هنا نمره التليفون ديالهم. ها هي
هذه كاينه يا برين. غنهز زاد النمره ديال التليفون وغنعيط لهم من المغرب. دابا كاين اللي غايقول لك اخي صوفيا انا ما عنديش تعبئه ولا عندي غير الانترنت، انا نعطيك دوز ابليكاسيون كيعطوك نمره كنديه وتعيط لكندا وتطلع لهم نمره كنديه باش يجاوبوك. فابور فابور غير بالانترنت غير بالويف هو هو كل شيء، فهمتيني؟ دونك اش باش وريهم الابليكاسيون. هنا تيبقى اللغه انت وكيفاش غادي تهضر. اول ابليكاسيون هي التكست ناو. اييه غادي فايت شفتها هادي. هاي هي هادي. طرف التليفون ياك دير له سكرين شوت. ملي كتعيط لهم كتعيط لهم في التليفون ديالهم بحال عيطت لابل عادي وهما كتطلع لهم نمره كنديه. اها هنا ملي غادي تعيط غادي تقول لهم مثلا كان اي سبيك تو ذا هايرين مانجر. قول لك علاش برافو. ما تقولهمش راه في المغرب، قول لهم كان اي سبيك تو ذا هايرين مانجر غايقول لك مثلا شنو بغيتي، قول لهم ام لوكين فور جوب اوفر ام ريدي تو ورك ولا شي حاجه بحال هكا، غيدوز لك الهايرين مانجر. هنا ماشي بحال المغرب تيقول لك لا راه ما كاينش حتى غدا ويجي، الا كاين غيدوزو عليك. ملي غادي تحكم ديك الهايرين مانجر انت دابا اللي في ديك الكور، واش غادي تعرف تقنعو وتقول له باللي انت راه عندك واحد لي كومبيتونس وانت راه كاين في المغرب ومحتاج تجي تخدم في كندا كتقلب على اوفر، غادي تطيح في بزاف ديال لي زومبلويور اللي هما اصلا حاطين انونس كيقلبوا على ناس على برا. اي فهمتك يعني فهمتيني؟ المشغل خاصو يكون عنده واحد بحال قلتي رخصه ديال انه يجيب العمال من بلايص اخرين. نزيدكم على حاجه اخي سوفي، انا براسي دبرت على بزاف بزاف ديال لي كونطرا بهذه الطريقه، ويلي اقسم بالله الا بزاف ديال المشغلين بهذه الطريقه بالضبط. دابا باش نفهمك مزيان اخي ايوب، دابا الناس كيمشيو لهاد لي كومباني ولا هاد الريستورات وكيبقاو يهضروا مع المشغل غير باللغه، كيقول لهم بيا محتاجين الناس، تيقول لك اوكي انا عندي واحد ثلاثه الناس في المغرب عندهم تجربه عندهم لغه، كيتوسط ليهم تياخذوا هو مليون جوج المليون لواحد. انا دابا تنهضر على الناس اللي هما عندهم لاغريمنت المكاتب الحقيقيين كتخدموا، فهمتي؟ تيكون عنده هو الاوفر هذه الطريقه بطبيعه الحال، ولكن هو المكتب شنو كيدير؟ تيعطي للمشغل لاغريمنت تيقول له بلي انا راني معتمد، وتيصيفط له الوراق ديالو بانه معتمد في كندا وكيفاش تيخدم وطاطا وطاطا وطاطا، فهمتيني؟ ولكن هذه الطريقه ممكن يستعملها اي واحد. بعدا باش الناس ما يدوخوش، راه ماشي غير صحاب الريستوراسيون يعني اللي عندهم. انا عطيتك مثال، يقلبوا على اي حاجه بغاو. الكتريسيتي، البلومبي، لوطيل. كلشي دير سميت الشركه ديالك تريسيان ولا شي حاجه كومباني وغادي يطلعوا لك على الرام ديال لي كومباني ديال تريسيان. كونفيرمي معايا، قلتي كتعرف دراري داروا غير بهذا البلان جاو راسهم. اقسم بالله راه كونفيرميتها مع دراري، عطيت عليهم في بريفي دخلوا عندي حيت انا قبل ما نبارطاجيش كنت نقول خصني نجرب. انا كنت بها شخصيا جبت بها لي زونبرويور بهذه الطريقه هذه. اوكي ايوه تندخل طريقه عبقريه هذه، اخبارك والله العظيم. عندك حاجه اخرى كيفاش كندا تيبان لي انا راه ساهله شنو كدير؟ لا بلاتي كاين عاوتاني حاجه اخرى، تقدر تدخل مثلا الانديد ولا جوب بانك هاد المواقع هادو وتعطوك سميه الريستورون اللي حاطها وانت كتصيفط لها السي في ما تيجاوبوكش بعض المرات. دخل هز سميه الريستورون وحطها في جوجل ماب يعطوك النمره وعيط لهم قول لهم راه ديجا صيفطت لكم عن طريق انديد ولا جوب بانك وما جاوبتونيش وخذ الجواب ديك الساعه. نسوك اخي ايوب، دابا انا هاد السيمانه اللي فاتت كنت في فانكوفر في كندا ياك، وبان دوك الساينس ديال هايرينغ ناو هايرينغ وكدا، دابا كنت هضرت معاهم وصيفطت المعلومات ديالهم لشي واحد في المغرب يقدروا يجيبوه. يقدروا يجيبوه، ولكن اش نقول لك شنو غادي علاش تنقول تي سي اف؟ انت عرفتي تي سي اف شنو هو؟ شوف صح حنا كاع ما غيقدروا يواجهوهم بحال مثلا دابا الناس اللي غادي يمشيو مثلا يدفعوا خارج مقاطعه كيبيك، اللي غادي يدفعوا في كيبيك هذو ما غيحتاجوش تي سي اف نهائيا. اللي غادي يدفعوا خارج مقاطعه كيبيك وغيعيطوا للمشغلين، من الاحسن الا عندهم تي سي اف يقولوها لهم، يقول لهم راه حنايا اليماي اكزامبشن. هاد الاليماي اكزامبشن الا قلت ايوب بشويه عاود قولها لهم. دابا شوف انا ندير راسي بحال دابا انا في المغرب مثلا والو، اوكي غنصون على ديك النمره اللي في كندا غادي نقول لهم السلام عليكم، ولا نقول له are you hiring ولا you got looking to hire somebody، بتقول لك مثلا لقوك محتاجين شنو كتقول له؟ قول له مثلا I'm looking for job offer، ولكن ما تقولش انا في المغرب من الاول، عطيه شويه الوقت انه يدوي معاك ويقتنع بيك، يعني بحال قلتي تخليه انه يقول لها واه زين هذا السيد هذا. ملي يقول لك مثلا Are you available to come for interview tomorrow or something، عاد قول له
Sorry, I forget to mention that I live in Morocco. I'm not in Canada for now. فهمتيني؟ هنا غادي تخلق له واحد الزعزعه في دماغه، غادي يقول في الاول غيقتنع بيك، بغاك شويه غتحطو في واحد باللي انت راه كاين في المغرب. هذه الطريقه ديال هذا، يعني كيبغي يكون صاحبك في الاول عاد سيرفيس. فوالا، حنت هنايا في كندا تيعتمدوا شي شويه على ديك الكونفرساسيون معاه في الاول، يقدر يحكم انه يقول لك ديك الساعه جا غدا لونتروتيان. اوكي مزيان، دابا هذا الثاني فهمنا. اوكي بالنسبه للتي سي، عاود اشرح لنا ايوب شنو هو وكيفاش الناس كيخدم. انت قلت لي عاود انا في المغرب، غادي يقول لك هو مثلا يقدر يقول لك اي سوري اي دونت هاير بيبل فروم اوتسايد كندا، اتس تيك ا لونج تايم اند اتس ا هول بروسيس. فهمتي؟ تقدر تقول له ودي انا راه عندي تي سي اف، بيقول لك وات از ذا مين؟ تقول له تي سي اف ذاتس مين ام ايلي ماي اكزامبشن، يعني انت معفي من داك الشيء اللي غتخلص للدوله. او دابا كندا عندو التي سي اف ما يخرجش داك الشيء ديال المشغل المشغل كيخلص، الا ما كانش عندك تي سي اف خصو يخلص عليك 1000 دولار للدوله، وخصو يدفع واحد اللعيبه كتسمى ايتيد امباكت جي مارشي اللي كتاخذ شهرين باش الدوله تعطيه الموافقه يجيبك نتايا. اوكي وبالنسبه للتي سي اف كيفاش كتاخذوه؟ بلاتي انا نجيك بعدا. اما الا عندك تي سي اف شنو كيوقع؟ المشغل يقدر ياخذ لابروف في 24 ساعه باش يعطيك انت جوب اوفر، من شهرين رجعت ل 24 ساعه ياك، وعوض انه يخلص 1000 دولار كيخلص غير 250 دولار، وهذيك 250 تقدر كاع انت تخلصها من جيبك، ماشي مشكل. فاش جاتك الكومنتات هادشي تيبان ساهل ولكن هو صعيب، شرح للناس هو في الواقع. في الواقع اشنو تيوقع للناس؟ اشنو تيوقع؟ مثلا كاين اللي ما عندوش اللغه وكاين اللي ما قدرش يدوز تي سي اف. دابا اللي كيهضر بالفرونسي وانجلي مزيان هذاك طاير، هذاك يصوفي راسو يصوفي راسو من غير اللغه، تكون عنده الباك وعنده ديبلوم اخر شروط. الباك غير ضروري، ماشي بالضروره غير ضروري الباك. مثلا نعطيك مثال، الناس اللي غالي هما دابا اللي ما عندوش الباك هذا عادي يقدر يجي عادي. نزيدك حاجه اخرى، الناس اللي عندهم مثلا الكويزيني، مثلا انت اخي سفيان كويزيني، كويزيني ما كتقراش بالباك، يقدر يمشي لكندا. ما كتقراش بالباك كويزيني ياك؟ لا بلاش، راه تقدر تجي كويزيني هنايا واخا ما عندكش الباك، يكون عندك الدبلوم ولا ما عندكش حتى الدبلوم، ولكن عندك عامين ديال التجربه كويزيني تقدر تجي لكندا، ولكن خاصك اللغه. ديما كتمشي اون باك اللي كيثبت انه عندك عامين ديال التجربه ديال لا تيستاسيون دو طافاي بيلتان دو بي ديالك، الا عندك لا سي ان اس اس كان احسن، الا ما عندكش لا سي ان اس اس حيت دابا بزاف الدراري كيخدموا بالكاش، المشغل تيخلصوا يعني كاش، شنو يقدر يدير في هذه الحاله؟ فهمتك والله الاخ ايوب اللي كيطلع معايا جون، والله اللي كيجي كيدور معايا. راه مو شوف راه هي الدراري ما كيبغيوش يقلبوا، والله العظيم دابا شحال من مره كنحط شي كونساي وبنادم ما تيبغيش يكمل من راسو، راه ما يمكنش مثلا فيديو فيه 2 دقائق ولا 3 دقائق تعطي فيه من الاول حتى الاخر. دابا مثلا احنا في هذا اللايف راه عطينا معلومات ولكن راه ما عطيناش داك الشيء، ماشي كلشي واحد حاجه اخرى. مثلا تي سي اف راه غتلقى شي وحدين كيكتبوا لك بلي تي سي اف راه غالي ولا صعيب. ايوا صح، حنا الناس اللي ما عرفوش كيفاش غيديروا ياخذوه. تي سي اف هو التيست دو كونيسونس فرونسي، هو امتحان ديال اللغه الفرنسيه، كدوزو في لانسيتي فرونسي، كيدوز في لانسيتي فرونسي. عرفتي؟ شوف بعدا، شوف الناس اللي كيهضروا بالانجلي في المغرب حاولوا يعني مشى الصوت، ما عرفتش علاش. عندك الصوت نتاع ايوب؟ حبيت عفوا قلت لك تسمعني انت اخي سفيان؟ كتسمعني؟ انا نقول لك واحد التجربه ديالي انا مع التي سي اف. بزاف غادي يقول لك راه صعيب ولا غادي يقول لك ما عندناش الفلوس ياك. عاود لنا شي التجربه ديالك ايوب، بعدا غير شرح لهم انت في المغرب ما كاينش لاباس ولا شي حاجه. غنجي بك الوالده تقولها لك بفمها. شوف شوف باش كنشوف علاش دابا الدراري هادو اللي في المغرب ما يديروش انت بحالك، راك بحالك بحالهم. بلاتي دابا التي سي اف كاين اللي غايقول لك راه صعيب، ها هما ثلاثة التي سي افات ديالي في المغرب، ها الأول ها الثاني ها الثالث. واو شوف شوف أيوب